يرى أن ما بيده من مال، من ثروة، من جاه، من مقام، من وجود، كلها إنما هي عطاء الله سبحانه وتعالى، وأنفقوا مما رزقناهم. إحنا أعطيناكم، هذا مو مالك، هذا مو بجهدك، هذا مو بعلمك، هذا عطاء الله. لاحظوا المنطقين المتقابلين، منطق غير المؤمن، منطق قارون. شنو يقول قارون؟ الله أعطاه من الأموال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مو أمواله، لا، مفاتيح تلك الأموال. بعض العلماء ذاكرين أموال كانت في مخازن، ذيك المخازن في غرف، تلك الغرف في بيوت، وكلها مقفلة بالأقفال الحديدية. الأقفال، العصبة أولي القوة ما كانوا يتمكنون أن يحملوها بسهولة. لاحظ حجم الثروة. العصبة أولي القوة ذكروا أنهم بين 10 إلى 19 رجل قوي، رجل قوي، من 10 إلى 19 ما كانوا يتمكنون يشيلون هذه الأموال. قالوا له أنفق وأحسن كما أحسن الله إليك. الله هو الذي أحسن إليك، الله هو الذي أعطاك، أحسن إلى عبيد الله. شنو كان منطقه؟ منطقه كان إنما أوتيته على علم، أنا اللي حصلت هذه الثروة بعلمي. بعض العلماء يقولون كان عنده علم الكيمياء، علم الكيمياء علم من علوم الأسرار، مو الكيمياء بالمعنى المتداول، الكيمياء بمعنى العلوم الغريبة. عندنا كيمياء وليمياء وهيمياء وسيمياء وريمياء، ويجمع هذه العلوم كلمة كله سر، كله سر، سر من الأسرار الكونية، مو لازم كل شيء احنا نفتهمه. الكاف واللام والهاء والسين والراء، بعض أولياء الله كان عندهم هذه العلوم، وبعض غير أولياء الله كانت لهم هذه العلوم. كان عنده علم الكيمياء كما يقولون، وتمكن أن يكتسب هذه الثروة بعلم الكيمياء. أكو قول آخر، مو علم الكيمياء، لا، وإنما كان رجل عاقل، مدبر، مدير، فبإدارته وبعقليته التجارية اكتسب هذه الثروة. جيد، هذه الثروة من الذي خلقها؟ الله. هذه العضلات من اللي أعطاك؟ الله. هذا العقل المخطط من الذي أعطاك؟ الله. إذن كل شيء يتعلق بالله. مو قال إنما أوتيته على علم، أنا بعلمي، أنا بجهودي كسبت هذه الثروة، ومن أنت أيها العبد؟ الله. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه. عندما تلاحظ صناعة غريبة لا تبهرك هذه الصناعة، عندما ترى هذه الطائرات محملة بالأطنان العظيمة وهي تمشي على الهواء، لا يبهرك هذا، لأن من اللي طلع عقل هذا المخترع الذي صنع هذه الطائرة؟ الله. إذن قبل كل شيء ومع كل شيء وبعد كل شيء يجب أن تلاحظ تلك الحقيقة المطلقة. فإذن القدرة التي بيدك، الثروة التي بيدك،
كلها عطاء الله، وأنت مجرد وكيل من وكلاء الله. الله تعالى يقول في حديث: المال مالي مو مالك، والأغنياء وكلائي. الغني وكيل الله مو ماله، وكيل، مجرد وكيل. وتركتم ما خولناكم، تخويل، والأغنياء وكلائي، والفقراء عيالي، فمن منع عيالي مالي أدخلته ناري ولا أبالي. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، ارتباط بين العبيد وبين الله، ولكن هنالك رابطة ثانية بين العبيد والعبيد، وينفقوا مما رزقناهم، احنا اعطيناهم.